يا ابو الريش صار لازم نشوف لك بنت الحلال، وهذه مع عبد الله الخطابه عشان تساعدنا بهالموضوع. بشري بنات متربيين على الاصول، نقي واختاري. خلينا نشوفهم على الطبيعه. نوره رشيقه ومحافظه على صحتها. ساره دارسه ومتخرجه وبنت حلال. مها تطبخ اطيب شوربه ذره، ست بيت ومتربيه. دجاج دو حلال وطبيعي وخالي من الهرمونات. دجاج دو وناعمة التربية.